2005 طحت في هذا المشكل هذا، دوزت فيه 13 عام ظلما وعدوانا، واحد الجريمه ما درتها لا بيد ديالها برجليا. المهم هادشي ماشي مشكل، دوزت العقوبه، دوزت خرجت عند ولادي بخير وعلى خير. ولكن هذا العام هذا ناضوا صحاب الضحيه في هذا، في نفس المشكل، في نفس الضحيه، مشاو من هنا كراو الطوموبيل من هنا، مشاو تبعوا الخوادري ديالي كيسرح الغنم في بين دمنات ووردزات هنا فين وقع هذا المشكل في 2005. تبعوا الخوادري ديالي حتى دخل البهام ديالو في العشيه. مهم خططوا كراو الطوموبيل وكاصين من هنا، ثلاثه الخوت شدوا الخوادري ديالي، هو ولدو القصير، شبعوا لهم الاعصاب جيجهم، كتفوا الخوادري ديالي، داروا له سكوتش لفمو، لاحوا في الطوموبيل، داو بغاو قتلوه. صراحه هي هذه، داو بغاو قتلوه، بغاو ينتقموا في الجريمه ديال 2005. مهم داو بغاو قتلوه، ملي دخل المقدم والخيط الله يجزيك بخير، ملي ولدو لاحوا في الطوموبيل جا كيبكي للدوار، قالها اللي وقع راه الشفره سرقوا با، دخل المقدم الله يجزيه بخير، عيط على القائد دخل عيط على الجندرم الدرك ديال دمنات الله يجزيهم بخير، داروا لهم البراج لهاد الناس هادو، شدوهم متلبسين، لقاو السيد في الكوف كيموت، داو هو واحد، داو نص بيطر هو واحد في هادوك مع الدبس معاهم، ضرب واحد فيهم. مهم من تما الدرك الملكي عمروا لهم المحضر، داروا لهم واحد المحضر، محاولات القتل، الضرب والجرح والاختطاف. مهم جابوهم للمحكمة دوار رسات موقرة، الحكم الأول تحكموا بهاد الناس هادو ب50 لواحد، عطاهم 15 عام، 50 لواحد، ثلاثة هما الاستئناف كانت تفاجأ، الاستئناف عطاهم براءة. واش هاد الحكم هذا اللي فيه محاولات القتل والضرب والجرح والاختطاف والعداوة قديمة، واش فيها البراءة؟ واش فيها شهرين ديال الحبس؟ بينا نعرفوه الله يجزيكم بخير. هاد النداء هذا كان يوجهوه السيد وزير العدل وسيدنا الله ينصر الله يجزيهم بخير، يدخلوا يشوفوا هاد المهزله هادي ديال المحكمه موقره ديال الورثات، راه هادشي ما يقبلوا لا الله لا العبد. هاد الناس هادو اللي استحقوا العقوبه تلقوهم. عاد نجي لكم الخوادري ديالي ما جابوه لا المخزن لا حتى شي واحد، هما اللي خططوا لهاد الشهاده جابوه. حاليا راه خويا تحكم ب 20 عام ظلما وعدوانا في نفس الجريمه، في نفس الضحيه، في نفس الشهاده اللي شهد فيها شهاده الزور 2005، جاتني شهاده الزور على خويا في المحكمات المقرة ديال ورزازات. انا هادشي اللي بغيت نفهم، واش هاد الناس هادو، واش العائله ديالي بغات تدوز لحبس ظلما وعدوانا على واحد الجريمه في غير الضرب والجرح، تخاصموا الصراحه بعضياتهم. راه الناس الحقيقيين دوزت معاهم في 2016، قالوا دابزنا بالحجر، ضربنا السيد، مشى واحد المدامات، شدوا 3 سنين واربع سنين اللي عطاهم. خويا شد 20 عام ظلما وعدوانا، عاد انا شديت 20 دوز فيه 13 عام عدوانا وظلمانا، ما دار لا بيد ديالها برجليا. انا ساكن في مدينه اكادير، هاد الناس هادو خططوا السيد داو، بغا يقتلوه، بغا يحيدوه من الحاله المدنيه. ملي تحصل شدهم الدرك الملكي الله يجزيهم بخير، جابوه من المحكمه مقرره، عطاتهم 5 سنين لواحد، وخليك 5 سنين ما بردلتنيش اشكو، علاش؟ محاولات القتل والاختطاف وعطاهم 5 سنين، لا يعقل، راه ما كاينش. وكان تفاجئ ملي جات كاع الاستئناف، كاع كملوا داك الشيء اللي بقى، عطاهم البراءه في الاختطاف ومحاولات القتل، ومهدده ومحقوره. هذا الشيء هو اللي كان، هذا الشيء بحال الا تحقرنا بهذه الطريقه هذه. هاد الناس هادو خططوا، داروا محاولات القتل، ملي جابوهم المحكمه عطاهم 5 سنين، شنو هي 5 سنين؟ قلنا ماشي مشكل، الاستئناف عطاهم البراءه، لا يعقل. واش هذا الحكم هذا غيقبلوه لا الله لا العبد ولا شي واحد اللي ما عرف حتى زفته يقبل هذا الحكم هذا، هذا الحكم هذا بالبراءه، محاولات القتل والاختطاف والضرب والجرح ولدو القاصر، وعطاهم البراءه في الاستئناف. وهاد الناس هادو راه داو بغا يقتلوه، راه ماشي داو بغا يديو للحج، راه داو بغا يقتلوه. ملي ما قتلوش شدهم الدرك الملكي، جاو للمحكمه موقره، عطاتهم هاد البراءه. هاد النداء هو اللي كان ديال سيدنا الله ينصرو، يتدخل في هاد الشهاده، والسيد الوزير العادل يشوف هاد المهزله ديال المحكمه موقره ديال ورزات، راه هاد الشيء ما يقبلوه حتى شي واحد ما يقبلوا هذا الحكم هذا. وانا كما قلت يا السي الاستاذ، راه انا مهدد، ديما مهدد بهذه الطريقه هذه. شكون علاش؟ بحال اللي كتقول ما كان لا قانون لا والو بهذه الطريقه هذه.
راه لا يعقل هاد الناس هادو جابوه بداو بغا يقتلوه من اللي ما قتلوه وجاو شدوا البرعه في الاستئناف وخرجوهم دابا هما حاليا في السيفيل. اشنو غنا اشنو 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 زعما اشنو زعما اشنو زعما بينت لنا هاد المحكمه هادي بهاد الطريقه هادي بحال الا قالت سير تنطحروا بعضياتكم. راه لا يعقل هاد الشهاده مع هاد الشهاده يكون في بلادنا بحال هكا. انا كنطلب السيد وزير العدل وسيدنا الله يجزيه بخير تدخل في هاد المهزله هادي. انا هاد الشهاده راه ما يقبلوا لها حتى شي واحد الله يجزيكم بخير. وهاد السي خويا هذا دابا تحكم ب 20 عام ديالها شاد 20 عام بينا نعرفوا ديالها شاد 20 عام اللي شد خويا دابا الناس اللي استحقوا الحبس طلقوهم. السيد اللي ما استحق حتى النهار ديال الحبس عطاوه 20 عام. انا هادشي اللي كنطلب الناس المسؤولين يتدخلوا في هاد الشهاده راه هاد المهزله هادي ما قبلها حتى شي واحد. وكنشكركم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.